بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في قناة سير مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد كما شاهدت صور جميلة جدا من هذه الفيرما المجهزة بمعنى الكلمة المساحة ديالها 47 هكتار مجهزة بمعنى الكلمة فيها الباسان فيها دار العساس الفيلا فيها المغروسة بالعنب بالخوخ الشهدية اللوز وشوية بالزيتون وكل شيء هذه المغروسات مغروسة بواحد العناية بواحد طرق علميه حديثه كما كتشاهدوا داليا آه يعني صراحه باسان يعني صور جويه كتبين لكم هذه الفيرمه المجهزه للمساحه دي ديالها 47 هكتار مشاهدينا ومتابعينا الكرام آه في النواحي ديال مكناس الحجم كما كتشاهدوا آه فيرما محفظة ومسجلة بالفيلا ديالها بالدار الاساس يعني آه كما نقولوا مود تدبير عصري وحديث لهذه الفيرما اللي معروضه للبيع كما قلنا لكم مغروسه بالعناب الخوخ الشهديه وكذلك شويه بالزيتون والمساحه ديالها 47 هكتار كما كتشاهدوا الباسا مباشره يعني ما شاء الله اللهم زيد وبارك فيرما بمعنى الكلمه مجهزه بمعنى الكلمه مشاهدينا الكرام الباسا هذه الصوره الجويه الرائعه جدا اللي كتبين لكم ما شاء الله هاد الفرمه الرائعه جدا اللي جبناها لكم 47 هكتار للبيع في ضواحي مكناس ف هي مجهزة كما لكم بالدار العساس الفيلا الباسان العناب الخوخ الشهديه اللوز وشويه الزيتون هذه الفيلا ديالها يعني آه كنبينوا آه لكم صور جويه كتبين لكم هذه الفيرمه الرائعه جدا والمجهزه باحدث آه تقنيات الفلاحه مشاهدينا الكرام حتى الاختيار ديال لي ديال العناب وديال الخوخ والشهديه واللوز آه اختيار كان آه بدراسه مسبقه آه من اجل ضمان واحد الانتاجيه كبيره في هذه الفيرمه مشاهدينا ومتابعينا الكرام فعرض متميز على قناه تيسير فاللي بغى يزورها وبغى مزيد من المعلومات يتواصل معنا على الرقم صفر ستة سبعين ستة وتسعين تمنية وأربعين أربعة وثمانين أعيد صفر ستة سبعين ستة وتسعين تمنية وأربعين أربعة وثمانين مشاهدينا ومتابعينا الكرام عرض متميز جدا على قناة التيسير كما كتشاهدوا الفيرما المساحة ديالها سبعة وأربعين هكتار مشاهدينا ومتابعينا الكرام وكمعلومة إضافية متابعينا ومشاهدينا الكرام هذه الفيرما توجد في وسط الفيرمات في واحد المنطقة فلاحية بامتياز ومنطقة مكناس الحاجب معروفة على الصعيد الوطني أنها منطقة فلاحية يعني اه توفر واحد النسبة كبيرة من الإنتاج الوطني الفلاحي فما شاء الله تحية اه تنويه وإشادة بكل الفلاحين بهذه الجهة وبكل جهات المملكة الفلاح المغربي الذي يقوم بعمل جبار من أجل اه ضمان واحد الأمن الغذائي فائده يعني الذي يسهم في الاقتصاد ديال الوطن الحبيب. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام اللي بغى مزيد من المعلومات فيتواصل معنا على الرقم 0676 96 48 ومرحبا به دائما على قناه التيسير الجديد من العروض ستاتي مستقبلا يعني ان شاء الله وقريبا لا تنسوا الاشتراك في قناه التيسير باش يوصلكم الجديد. شكرا على المشاهده والمتابعه والى عرض جديد بحول الله. نتمنى لكم كل الخير و السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته